على هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي الأستاذ جبار المشهداني. سأبدأ معك من الفقرة التي أشار فيها التقرير إلى أن الحال في العراق بعد 7 أشهر قد يكون مماثلا لما يجري حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من المفارقات حقيقة أن يتحول المشهد الأمريكي إلى مشهد مشابه للمشهد العربي. مساء الخير ستي العزيزة لك ولجمهور قناة الفلوجة. طبعا يعني لا يمكن المقارنة بين انتخابات الأمريكية أو الوضع في أمريكا والوضع في العراق. أمريكا بلد مؤسسات، يعني لم يتم إحراق صناديق الانتخابات ولا اقتحام مقرات ولا تزوير علني ولا بيع بطاقات. من الطبيعي جدا حزبين يتنافسون على نتائج الانتخابات وفقا لآلية الاعتراض على الانتخابات أو النتائج، سيلجؤون للمحكمة العليا وسيتم حسم هذا الموضوع حتى لو اضطروا إلى إعادة التصويت، إعادة الفرز عفوا. وبعد ذلك هناك آليات فيما لو تساوت الأصوات يذهبون إلى المؤسسة التشريعية. بأي حال من الأحوال لا يمكن مقارنة ما جرى في العراق وما يعني يمكن على الرغم أن يجري على الرغم من تصريحات ترامب المتكررة أستاذ نعم. جبار، يعني ترامب لا يعترف بالانتخابات، هذه تصريحات يقول بأن الديمقراطيين سرقوا الأصوات، وأيضا يلوح بحرب أهلية يعني أو بحشد مناصريه في الشارع. ستي العزيزة، لا يمكن لترامب أن يغامر بمستقبل الحزب الجمهوري. ترامب هنا لا يمثل نفسه، وبالتالي الإجراءات التي سيتخذها هي إجراءات يقوم بها الحزب الجمهوري باللجوء إلى الآليات الدستورية وإلى المحكمة الاتحادية. واضح أن هناك انقسام كبير بمزاج الناخب الأمريكي بين الناخب الجمهوري والناخب الديمقراطي. ترامب حقق كثير من المنجز الاقتصادي، البعض يقبله ولا يسأل يعني كيف أتت هذه الأموال، والبعض يحاسب أن هناك تنمر سياسي، أن هناك ابتزاز لدول. وبالتالي الديمقراطيون الآن يريدون يقولون نريد استعادة القيم الأمريكية، فيما الجمهوريون يعتقدون أن ترامب حقق شيء كثير، وربما كانت جائحة كورونا هي أحد أهم أسباب فشل ترامب في حالة فشله. يعني حد الآن لم يحسم الموضوع، ولكن المؤشرات تقول أن بايدن هو الأقرب كثيرا إلى الفوز. طيب. ومع ذلك لن تكون هناك حرب شعبية أو مواجهات، ربما تحصل مواجهات هنا أو هناك، لكن المؤسسات الدستورية الأمريكية المسؤولة عن الأمن ستكون كفيلة بذلك مع توقع حصول هذا النوع من المواجهات. نعم. يعني هذه المواجهات إلى أين يمكن أن تذهب؟ يعني حتى بخصوص الحزب الجمهوري يبدو أن هناك انقسام واختلاف داخل الحزب الجمهوري على طريقة تعاطي ترامب مع نتائج الانتخابات في ظل وجود مناصرين لترامب في الشارع، يعني وحتى عدد الأصوات ليس بالقليل الذين صوتوا لترامب، شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي. هذه المواجهات أو هذا الانقسام العمودي، هذا الشرخ الذي حصل في المجتمع الأمريكي، إلى أين يمكن أن يذهب بأقصى صوره؟ إلى أين؟ يعني إذا لم تكن حرب أهلية ماذا إذن؟ تاريخيا يعرف الجمهوريون بأنهم الأكثر قسوة، أو أن مزاج الإدارة الجمهورية في أمريكا يذهب باتجاه حسم الملفات عسكريا، وهذا معروف، فيما يتوجه الديمقراطيون إلى الحلول الدبلوماسية أكثر وإلى الانشغال بالملف الاقتصادي وبتقديم الخدمات أكثر للداخل الأمريكي. وهذا هو سبب الانقسام الأساسي الآن بين مزاج ديمقراطي ومزاج جمهوري. لكن لأن الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة، يعني دولة مؤسسات، لن يسمح بأن تذهب الأمور إلى أقصاها ويحصل ما يمكن أن نسميه يعني حرب شعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ليس هناك أحد الطرفين قوي تماما والآخر ضعيف تماما. هناك يعني أنا أتفق مع ما أسميته بالانقسام العمودي. حتى في نتائج الانتخابات لحد الآن نشاهد تقارب واضح جدا بين بايدن وترامب في عديد من الولايات الحاسمة، خاصة الولايات التي يعني فيها أعداد 20 صوت و15 صوت.
ربما كانت نيفادا الأقل أصوات 6. لكن فيها يبدو يعني مع ذلك أن بايدن هو الأقرب، يعني لبايدن. مثلا في بنسلفانيا وجورجيا يبدو أن الأمر حسم لصالح بايدن، وهنا يعني يبدو أن بايدن أقرب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض. وهنا نسأل استراتيجية بغداد في التعامل مع رئيس ديمقراطي كبايدن، كان له تجربة حقيقة يعني مع بغداد منذ عهد بوش ومنذ الغزو الأمريكي وحتى أيضا في عهد أوباما وتخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق. كيف ستتعامل بغداد مع بايدن؟ أنا أولا أعترض على يعني استراتيجية بغداد. بغداد لا تضع استراتيجيات، بدليل نحن نعد من يعني أقدم الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم ننجح لحد الآن في أن ندفع بأحد المواطنين العراقيين الذين يعيشون في أمريكا باتجاه تبوء أي منصب مهم، فيما جاليات عربية جاءت بعدنا بعشرات السنين لديها مثلا الصومال لديهم 4 الآن ممن يشغلون مناصب مهمة. بغداد تراهن وتنتظر وتستشعر بقراءات بسيطة ما هو الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين. ومن الخطأ القول أن بايدن عندما كان نائب رئيس أوباما هو نفس بايدن الذي سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يراهنون الآن على أن بايدن هو صاحب مشروع التقسيم وأن بايدن هو الذي سيكون طرف السكين الناعم في التعامل مع الملف النووي الإيراني مثلا. هذا الملفات الأساسية والمهمة لبغداد وللعراق وللمنطقة هو كيفية تعاطي الديمقراطيين مع ملفات مهمة تمس أمن واقتصاد منطقة الشرق الأوسط. بالتأكيد أن بايدن لن يعود إلى اتفاق أوباما وربما سيكون أقل ضغطا من ترامب، لكنه لن يقبل بأقل من اتفاق يكون لصالح الولايات المتحدة يعني الأمريكية ويحقق أمن إسرائيل. الأمل الذي يأمله بعض العراقيين أو حتى بعض الدول المجاورة في اعتبار أن بايدن هو أوباما لن يكون. المحلل السياسي الأستاذ جبار المشهداني، أشكرك على كافة هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك.